السلام عليكم، اهلا وسهلا بالحبايب، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم هي فكره جبت دجاج، حبيت نوريكم طريقتي في التقطيع وكيفاش نغسله وكيفاش ننظفه وكيفاش نحطه في الكونجيلاتور كي نحتاجو نجبدو جاهز. يلا بينا نبدا نشوف الطريقه. هي فكره اكيد ناس كثير بتعملها، برك انا حبيت نشاركها معاكم. هو انا دائما نحب نجيب الدجاج يكون مش حجمه كبير بزاف، حجمه معقول يعني، ما نحبش الدجاجه الكبيره بزاف. هي هيك كيلو ونص. هي هيك نحبنا ننظفها، ما نحبش الشحم هذا اللي فيها بيقلقني. وننظف واحده قدامكم والباقي نكملوا، بيجي من السوق نظيف يعني. بس الواحد كاين زوج اثنين يعني نخليهم كاملين هكذا نحمرهم، والباقي نقسمهم نقطعهم قدامكم نوريكم طريقتي في التقطاع. خلوا والو فيها، نحو كشريش زيادة حاجات نحينا هذه. هكذا ننظف كل الكميه اللي معايا، نغسلهم مليح ونرجع لكم ننظفهم من الدهون هذه الزياده، واذا فيها حاجات ريشه زياده او حاجات، ونرجع معاكم نشوفوا الخطوه الثانيه. هذا هيك بعد ما نحيت لهم الشحمات وحاجات الزياده نقطعوهم بعد ننظفوهم. نحي الفخاذ وحدهم، حبيت نقطعهم الاول باش ننظفهم. زي هذا جناح انا مش هخليه، حرميه مكسور ازرق ما نحبوش، وهذا كمان. نحو كمان نحو رقابي الرقبة تاعها. والصدر نقطعه واحد على ثلاثة، والاثنين اللي معايا هعملهم بانيه. هذا
يعني هكذا حيكون عندنا ثلاث قطع. نكمل باقي الدجاج اللي معايا ونرجع مع بعض اللي بعدها. ونقدر نقطع بالطريقة هذه الصدر كمان. هيك شوية قطعة. أنا لسه ما نظفتوش، أنا لسه ما غسلناهوش، هذا بنقطع بس. هننظفوه كمان دوك. هكذا تكون قطعة حتى للضيوف أو هيك قطعة مليحة. هكذا ثلاث قطع. دوكا نرجعو نشوفو كيفاش ننظفوهم كيفاش. هاك انا قلت عندي نخلي دجاجتين او فرختين كاملين هكذا، نحمرهم هكذا كاملين. نوريكم الطريقه كيفاش نشمخهم، كيفاش نخليهم يتنفخوا، يعني نديرهم شويه خل، كميه مليحه من الملح. كميه مليحه من الملح، نعصر عليهم ليمون ونخلي قشرتهم، قشرة الليمون فيهم، نحي كاع على الزفارة تاع الدجاج. هذه للدجاجتين. ونحط معاهم شوية فرينة. نشلل يدينا. نديرو شوية فرينة. هاكا نخلي الدجاج يتنظف مليح فيهم وسطهم. الفرينة تنحي لهم كاع الشحم الزيادة ذاك وتخليهم بيوضة يلمع. هكذا ونخليهم ساعة يتنقاو فيها كل الريحة تاع الدجاج والحاجات هكذا، والدهون دي بتتنظف ترجع الدجاجة بيضة من داخل ومن برا. جربوا الطريقة هذه. هذه بالنسبة للدجاج الكامل. نعاودو نديرو نفس الطريقة في الدجاج ونقطع. نشلو الأول. الدجاج ياخد وقت باش تنظفو مليح، تاكل حاجة نظيفة. كيف كيف نعصر عليه ليمون.
هكذا ندير الخل كمية مليحة، ندير كمية مليحة من الملح، ثاني ندير الفرينة. وهكذا هذه هي طريقتي في تنظيف الدجاج او الفراخ، أو كل واحد كيفاش يقولها. نخليهم هكذا ساعة، ساعة مليحة، نقعد يتنقى ونرجع لكم بعد. هكذا بعد ما خليتهم ساعة يتنفوا يكونوا يلمعوا، نعاود نشلوهم، نشللهم كامل، ومن بعد نرجعوا مع بعض نوريكم كيفاش نقطعهم ونستفيدوا منهم في كذا وجبة. هاك حبيت ندير شيش طاووق، طبق اللي نجهزو للشيش طاووق، نخلي الفخذة نحمها بشوية، نساعدو باليد هكذا خليناها نعملوها للشيش طاووق، او تقدري تحشيها وتدخليها الفرن انت واللي انت حباه. انا هعمل الفختين وحزودها صدر، نحب الشيش طاووق بالصدر. هي تقدري تعمليها بالصدر وبالفخاذ، كل واحد كيما يحب. هيك هيك كميتها مليح. نقطعوا بالمره الفخاذ باش نعملو شيش طاووق.
ما نحبش بزاف الدهون، نحيهم كل واحد كيما يحب. نحي لها الجلد تاعها. ان شاء الله لما نعمل شيش طاووق نشاركوها مع بعض. معلش الفيديو حيكون طويل، بس تاخدوا معلومة. اكيد ناس كتير بتعمل يعني. نزيد لها واحد صدر، وهيك نكون وجبة الشيش طاووق تكون جاهزة. أنا هكذا تكفيني، وكل واحد يعمل الكمية اللي تناسبه. عظم نحول هذه الدهون هذه. وهيك بالنسبة لكمية الشيش طاووق هكذا تكفي. الفخار هم الزيادة هذه بعد ما تنفكو، هذه ندير فيها فخضة وقطع الصدر وفخضة واحدة أخرى. قطعة صدر واحدة أخرى، هكذا وجبة. الثانية نعمل فيها صدر وفخضة نفس الشيء، فخضة قطعة صدر، يعني صدرين وفخذة هنا. وهنا نديرو رقابي نخلوها، نحتاجوها في وهنا هكذا. وهذو نخلوهم نمدوهم للقطط برا. بالنسبة للفرختين اللي خليتهم شوفوا كيفاش نظيفة صارت تلمع.
نزيد لهم ليمون من داخل قطعتين هكذا. الدجاجات الكاملين نحب نحط لهم فلفل اسود وملح هكذا، كي نحب نحمرهم يكونوا لي جاهزين. هذه طريقتي، كل واحد طريقته هكذا. لما نحمرها تكون لي جاهزه. ندعكوها مليح، ندخلوا لها الفلفل الكحل مليح مع الليمون والملح. هكذا تدخلها مليح التتبيلة. هكذا لما نحب نحمرها ونحب نزيد لها إضافات قليلة، نحب نحمرها بالطريقة هذه كما نحب. نشطف يدي ونجي نلفوها مع بعض. هذه بالنسبة لل وهيك أنا كله لميته. هكذا وصلنا. شوف في 5 دجاجات هاني وفرت، عملت بها تقريبا 7 وجبات، يعني فرختين نحمرهم شي شطوك مره، و4 وجبات نعمل بهم اللي انا حباها. هكذا وريت لكم طريقتي في تنظيف الفراخ وطريقه تقطيعها. انا القسمه قسمتها على حسب عائلتي، كل واحد يقسم على حسب عائلته. وان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه والفكره. نشكركم على المتابعه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعملوا لنا لايك واشتراك، واستنونا في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. مع السلامه.